طيب انت ليش عم تطنشيني كل هالقد؟ معقول ابعت لك انا رساله عم اتشكرك وما بتردي؟ كل شوي عم امسك موبايلي واتفقده بس لشوف اذا انت رديتي علي ولا لا، بس لهلا ما رديتي. مو دايما بكون فاضيه لحتى رد عليك، انا بوقتها كنت كثير مشغوله. بنتي تارا؟ بالظاهر ماني شخص مهم بالنسبه لإلك لحتى تعطيني شوي من وقتك. بلال، بالظاهر ما تغيرت، يعني لساتك بنفس العقليه. وانت كمان ما تغيرتي. يعني لساتك بنت حلوة كتير مثل لما كنتي بالجامعة. تتذكري لما أنا شفتك وقت كان معك زوجك؟ ولو ما كان معك كنت أكيد رح أتغزل بجمالك وقتها. بس أنا هلأ متزوجة، لهيك لا تحاول تغازلني، ماشي؟ واثقة إنه جايت بلال لهون مانا صدفة، أكيد كاين في شي بينه وبين تارا. واثقة إنه جايت بلال لهون مانا صدفة، بس أنا هلأ متزوجة. أكيد لهيك لا تحاول كاين في شي بينه وبين تارا. لهيك لا تحاول تغازلني، ماشي؟ زارين زارين، خالتي خالتي خير شبكي؟ راسي. خالتي راني راني، يلا ليكني جاية. راني أمريني. جيبي مي بسرعة. حاضر. خالتي شبكي؟ ألو فرحان، تعال على البيت بسرعة لأنه خالتي ما بعرف شو صرنا. خالتي تفضلي، خدي خالتي اشربي مي. يلا خالتي ارتاحي.